يسعى الشبان هنا لإعادة الشغف بلعبة الملاكمة، حيث بدأت هذه الرياضة تشق طريقها إلى قلوب الشبان وممارسي الرياضة. لقمان مدرب هجره الأسد من مدينته في دمشق، الذي بدأ بتعليم أطفال رأس العين على رياضة الملاكمة، والتي من أولوياتها تعليم الطلاب على الانضباط والتفاني أكثر من كونها رياضة قتالية. نحن هون صرنا شي سنة ونص عم نتدرب رياضة ملاكمة، وصراحة أول شيء الأمور بخير وفي إقبال على اللعبة، بس يعني من قلة مشاركات خارجية، يعني اللي هي مثلا هون منطقة مسكرة، مثلا منطقة نبع السلام هي ما في غير رحلة تل أبيض، تل أبيض ما في ملاكمة، ما في غير النادي تبع رأس العين هو في وجود ملاكمة. أي رياضة إذا ما فيها احتكاك ما راح يصير فيها تقدم. بسبت نحن هون كمان عم نلعب في أقل مستلزمات، يعني مستلزماتنا ناقصة كثير كثير، يعني نحن بنلعب بدون واقية أسنان يلي هي متطلبة، بدون حلبي يلي هي حلبة ملاكمة بتلعب في ضمن حلبي ما بنلعب، هو موجود عندنا، فبنلعب قدر الإمكان في شو الموجود في المتاح بنلعب فيه حتى نحيي هاللعبة. اللاعب يلعب شهرين ثلاثة عم يتطور فيه، أنا لعيب تطورت كويس، يعني بقول لك بدنا نشارك بنوعد يوم شهر شهرين ثلاثة ببطل أو مثلا ببعد، بصير عندي عدم توازن في التمرين والتململ من وراء المواعيد المزابطة. نجحت هذه الرياضة في الدخول إلى قلوب الشبان والأطفال في رأس العين، وبات رواد هذه الرياضة يطمحون للمشاركة في بطولات محلية وإقليمية، إلى أن عدم وجود طرق تصل مدينتهم بالشمال السوري حال دون ذلك. صار لي شهرين العب. احنا بمنطقة رأس العين المنطقة مسكرة، وبدنا نشارك نتمنى ان نشارك بطولات بالشمال، يعني احنا هنا منطقة مسكرة ومعزولة وطالعة من الدنيا بنوب، والحمد لله عندنا مدرب الله يجزاه الخير ما جاء يقصر معنا وجاء لعبنا تمارين حلوة، والحمد لله جاء نلعب 3 أيام بالأسبوع ونلعب تمارين مضبوطة الحمد لله ومركزين بلعبتنا، يعني وبس ناقصنا لوازم كثيرة، يعني ناقصنا كياس ملاكمة، ناقصنا أجسام، ناقصنا خوذ، ناقصنا لباس بشكل عام ما عندنا، يعني جاني نجيب اللباس البيت ما عندنا لباس. في الوقت الذي تشهد فيه مناطق الشمال السوري إقامة بطولات محلية لعشاق هذه الرياضة، ويأمل المدربون والمتدربون بإيجاد حلول تمكنهم من تحقيق حلمهم في الوصول إلى منصات التتويج.